صداقة حقيقية وصادقة جمعت بين الزعيم عادل إمام والنجم سعيد صالح، وامتدت لسنوات طويلة، صداقة وثقها المسرح وأكدتها شاشة السينما. أشوف وشكم بخير، أنتوا صحيح بتفوقوني لما يغمى علي، لكن يا ترى ممكن تحيوني لما أموت؟ في عام 1968 ظهر عادل إمام وسعيد صالح معاً في فيلم كيف تسرق مليونير مع محمد عوض، ثم حدثت النقلة التاريخية في حياتهما الفنية حين التقيا في مسرحية مدرسة المشاغبين. حلاوة، خد بالك أنت رزاز لما قلت له كل حاجة هنا دي. يعني إيه كده؟ لا حكيمة. إيه؟ حكيمة. يعني إيه حكيمة؟ بتدي حقن. وفي عام 1976 لعبا بطولة فيلم أزواج طائشون ثم الأزواج الشياطين. وفي عام 1979 قدم عادل مع سعيد فيلمه الأشهر رجب فوق صفيح ساخن، وصارا معاً عنواناً للنجاح ونموذجاً للصداقة. عايز أقول لك حاجة يا رجب، بيه حاجة هتهبيلك خالص. ماني مهبول خلقي. لطيف. بقول لك إيه؟ قول يا عامل الأسود. أهلا بعلبي. أهلا بك، مرحبا. الزبون اللي معايا ده مسويه على الآخر، مسويه على الآخر، مسويه زي السوى اللي انت سويته لي. خدت بالك؟ أهلا بعلبي. أهلا بيك. اتقل كده وما تعملناش فضايح عشان تاخد فلوسك. في مايو 1987 كان الجمهور على موعد مع سلام يا صاحبي الذي كان بمثابة توثيق سينمائي لصداقتهما. خد دول. بتوع ايه دول؟ حقنهم والقميص. عيب يا جدع، انت صاحبي. صاحبي وصاحبك هناك على القهوة. على كده انت مالكش صاحب؟ ليه؟ مين؟ صاحب دراعي وعم قرشي. سلام. مش هشوفك تاني؟ بيصير حي لا. سلام. سلام يا صاحبي. وأصبحت الثمانينيات هي الأهم في تاريخ الثنائي، حتى دخلت التسعينيات فبدا ظهورهما الفني معا أقل مما اعتاد عليه الجمهور، وإن حرصا على اللقاء كلما سمحت الظروف. فشارك سعيد صالح مع عادل إمام في فيلم بخيت وعديلة، ثم ظهر سعيد كضيف شرف في بعض أفلام الزعيم مثل الواد محروس بتاع الوزير وأمير الظلام. الفرقة دي لان عليهم لبط وخارجين سجون، لو لقينا المسائل مش ماشية أي حد يخش على الواد حقيقة الكابتن بتاعهم يكسره. عايزين نقعورهم، نشحورهم، نشقلطهم. الواد الفرق بتاعهم ده عايزكم تخرموا عينه. لا، اخرموا وده. انا عايز بقى لعب فيه القوة والدية وكسر الواد حقيقة. ما تبصليش لقلات عينك، اوعى. وفي نوفمبر عام 2010 عرض فيلم زهايمر للمخرج عمرو عرفة، ليشاهد الجمهور المصري والعربي اللقاء الأخير بين ثنائي الصداقة الأشهر عادل إمام وسعيد صالح. طيب هسيبك أنا عمر، هشوفك بعدين. تعال زورنا يا محمود، مش زي عجالي. السلامة.